اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في الحديث السادس عشر من احاديث باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة وهو يرتبط بكلام دار بين الإمام الباقر وبين أخيه زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه حيث أراد زيد أن يخرج على بني أمية فلم يأذن له الإمام الباقر والتزم زيد بذلك ثم بعد ذلك استأذن الإمام الصادق فأذن له كما أشرنا عليه فيما مضى فمن ضمن هذا الحوار الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يبين لزيد سبب عدم إذنه له في الخروج فيقول له والا فلا ترومن امرا انت منه في شك وشبه ولا تتعاطى زوال ملك لم تنقض اكله ولم ينقطع مداه ولم يبلغ الكتاب اجله فلو قد بلغ مداه وانقطع اكله وبلغ الكتاب اجله لانقطع الفصل وتتابع النظام ولا عقب, ولا عقب الله في التابع والمتبوع الذل والصغار. أعوذ بالله من إمام ضل عن وقته فكان التابع فيه أعلم أعلم من المتبوع. أتريد يا أخي أن تحيي ملة قوم قد كفروا بآيات الله؟ وعصوا رسوله واتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله وادعوا, الخلافة بلا برهان من الله ولا عهد من رسول الله أعيذك بالله يا أخي أن تكون غدا المصلوبة بالكناسة ثم ارفضت عيناه وسالت دموعه ثم قال الله بيننا وبين من هتك سترنا وجحد حقنا وافشى سرنا ونسبنا الى غير جدنا وقال فينا ما لم نقله في انفسنا. حاصل كلام الامام الباقر عليه الصلاه والسلام لزيد رضوان الله تعالى عليه في نقاط. اولا بين ان الخروج والجهاد له شروط ومع عدم توفر تلك الشروط لا يجوز الخروج والجهاد من جمله تلك الشروط استئذان الامام الحق اذا اذن لك تخرج اذا لم ياذن لك لا يحق لك ذلك كما ذكرنا في الحلقه الماضيه ان المسلمين في مكه كانوا يستاذنون رسول الله صلى الله عليه واله في الجهاد فلم يكن يأذن لهم. فلما هاجروا في المدينه أذن الله سبحانه وتعالى لهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاه وآتوا الزكاة. هذا في مكه. ثم في المدينه الله سبحانه وتعالى يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وفي صلح الحديبيه البعض اعترض على رسول الله صلى الله عليه واله في ترك القتال والصلح مع المشركين على كل حال فللجهاد شروط لا يجوز للانسان ان يجاهد بدون تحقق تلك الشروط هذا ذكرناه في الحلقه الماضيه ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يبين له حقيقة وهي أنه الله سبحانه وتعالى يقدر الملك للناس، كما قال في سورة آل عمران: قُلِ اللهُم مالكَ الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واذا الله سبحانه وتعالى قدر الملك ومدته بقضاء محتوم لا يغير ذلك القضاء فمن يخرج على ذلك الحاكم وذلك الملك لا يتمكن من الوصول إلى مبتغاه حتى اذا انتهت المده التي عينها الله سبحانه وتعالى في القضاء المحتوم حين ذاك ينتهي ملكهم بكل سهوله وحينئذ الحاكم والوزراء واتباعهم يقعون في الذل والصغار لان الحكم الجديد ياتي ويذلهم ويفعل بهم ما يفعل. بنو اميه حينما سيطروا على رقاب المسلمين الف شهر واشار الى ذلك الله سبحانه وتعالى في القران حيث قال ليله القدر خير من الف شهر اكثر من ثمانين عام حكم فيها بنو اميه على رقاب المسلمين في هذه المده لو طالتهم الجبال لطالوها لكن حينما اذن الله سبحانه وتعالى بزوال ملكهم في المعركه الفاصله التي وقعت بين مروان الحمار اخر ملوك بني اميه وبين العباسيين. في تلك المعركه الفاصله اي طرف كان ينتصر كان ينهي الطرف الاخر. واحتدم الصراع والقتال. في هذه الاثناء شعر مروان وكان راكبا على فرسه بالحاجه الى قضاء الحاجه. فنزل من فرسه ليقضي حاجته اللي كانوا أطراف قريبين منه اتصوروا أنه قتل وأنه سقط من على فرسه فانهزموا وهذا سبب انهزام بقية أفراد الجيش وبانهزامهم انكسر جيشهم وتمكن العباسيون من قتل مروان الحمار ومن السيطره على الوضع حتى انه هذه الكلمه اشتهرت ذهبت الدوله ببوله وكثير من المعارك الفاصله ايضا واحد يشوف انه احد الطرفين في المعركه الفاصله تمكن من الغلبه على الطرف الاخر فإما زال ملكه وإما أزال الذي يزاحم ملكه. يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: "ولا تتعاطى زوال ملكٍ لم تنقضِ أكله". الأكل ما يؤكل يعني رزقهم لم ينتهي. أنت تفكر في أن تذهب إلى أن تزيل ملك هؤلاء ولم ينقطع مداح يعني مدة لم ما خلصت حسب تعبيرنا ولم يبلغ الكتاب أجله يعني الشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى من المدة لهذا الملك لم ينتهي فلو قد بلغ مداح وصل إلى نهايته وانقطع أكله ما رزقهم الله سبحانه وتعالى انتهى وبلغ الكتاب أجله ما عينه الله سبحانه وتعالى لهم قد انتهى لانقطع الفاصل لأن الحكم متصل بعضه بالبعض الآخر فإذا انهار هذا الحكم ينتهي لانقطع الفاصل وتتابع النظام تتابع النظام يعني أن الحكم اللاحق جاء بدلا عن الحكم السابق ولا أعقب الله في التابع والمتبوع الذل والصغار الصغار هو الذل لكن مع اعتراف به تارة الإنسان يذل لكن لا يعترف بالذل وتارة يذل ويعترف بالذل. الله سبحانه وتعالى في القرآن حول أهل النار يقول: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. يعني ذل يعترفون به. زين. الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام هو بتعليم من الله لان الله علم رسوله صلى الله عليه واله والرسول علم امير المؤمنين والائمه عليهم الصلاه والسلام. يعلم بان هذا الملك قد زال وقته او لم يزل وقته، وقته. لكن نحن لا نعلم اذا في وقت المعصوم عليه الصلاه والسلام، يجب ان نذهب اليه ونستاذنه. وإذا المعصوم غائب مثل هذا الزمان، زمان غيبة المعصوم، نروح إلى الفقيه الجامع للشرائط، الذي جعله الإمام حاكما، جعله قاضيا، هو نائب عن الإمام في بعض الأمور التي جعلها الإمام له. ومن جملة ذلك حسب رأي مجموعة من الفقهاء مسألة الجهاد، إذا أراد أن يخرج يستأذن الفقيه الجامع للشرائط، هذا بالنسبة إلى الجهاد الابتدائي وفيه خلاف بين الفقهاء، أما الجهاد الدفاعي يعني واحد هاجم عليك يريد يقتلك، هذا لا يحتاج إلى استئذان ويجب عليك أن تدافع عن نفسك وعن عرضك. زيد عليه السلام في زمان الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، لازم يستأذن الإمام، والإمام يخبره بأن ملك بني أمية لم ينقضِ وقته، وقته، وأن في الخروج عليهم في ذلك الزمان، في زمن الإمام الباقر مفسدة، فعليك أن لا تخرج، فالتزم زيد وفي زمن الإمام الباقر لم يخرج، ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أنه إذا واحد خرج بدون إذن إمام زمانه فخروجه حرام وهو إمام ضلال وليس إمام هدى. لذا يقول: أعوذ بالله من إمام ضل عن وقته. لماذا الإمام الذي ضل عن وقته نستعيذ بالله منه؟ لأنه إمام ضلال فلا يؤمن شره. اما الامام المعصوم لا يضل عن وقته سواء كان في خروجه النصر او كان في خروجه الشهاده هذا اوانه، مثلا رسول الله صلى الله عليه واله خرج الى بدر وهو امام هدى وكان فيه النصر وخرج الى احد وهو امام هدى في احد المسلمون خالفوا امر الرسول وخالفوا امر الله سبحانه وتعالى الا القليل منهم فانهزم المسلمون وقتل منهم من قتل لكن خروجهم الى احد كان عين الهدايه لانه كان بامر امام هدى اللي هو الرسول صلى الله عليه وآله, واله وكذلك خروج من خرج مع امير المؤمنين في الجمل وصفين والنهروان هذا كان مع إمام هدن لأنه خرج في وقته سواء كان فيه النصر كما في الجمل والنهروان أو لم يكن فيه النصر بسبب سوء عمل الخوارج حيث خربوا النصر في صفين وكذلك خروج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين إمام هدن خرج في وقته ولو كان المصير الشهادة أعوذ بالله من إمام ضل عن وقته فكان التابع فيه أعلم من المتبوع ليش؟ لأن هذا الإمام إذا كان هو إمام ضلالة غير إمام هدى وإمام الهدى لم يخرج معه فهو صار كالمتبوع لأن هذا إمام الضلالة هو المسيطر على الأمر وإمام الهدى متبوع هذا احتمال في هذا هذا المقطع، احتمال اخر انه هذا الامام الضلال امام جاهل يحتاج الى ان يستشير جماعته فيعمل بارائهم، امام الهدى هو امام معصوم لا يحتاج الى ان يستشير جماعته واذا استشارهم فانما هو لتحبيب القلوب، الرسول صلى الله عليه واله كان يستشير اصحابه لان الله امره بذلك وشاورهم في الامر لكن مشوره الرسول مع اصحابه لم تكن لحاجته الى ارائهم لان الله سبحانه وتعالى بين لرسوله الوقائع والحقائق وانما كان يستشيرهم تحبيبا لقلوبهم اما امام الظلاله هو انسان جاهل فيحتاج الى ارائهم لذا يقول فكان التابع فيه اعلم من المتبوع ثم الامام الباقر يحذر زيدا رضوان الله تعالى عليه من ان يخرج بدون اذنه يقول الحكام الجائرين السابقين هؤلاء ماذا فعلوا هؤلاء كفروا بايات الله وعصوا رسول الله واتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله وادعوا الخلافة بلا برهان من الله سبحانه وتعالى ولا عهد من رسول الله فأخروا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام وقدموا غيره وخرجوا عليه ولم يرضوا بإمامته يعني يقول له يا زيد أنت تعلم الذين غصبوا السلطة من جدك امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وحكموا بخلاف ما انزل الله سبحانه وتعالى انت لا تكون مثل ذولاك انت شريف ابن الامام زين العابدين من الساده الاجلاء فقيه لان زيدا كان فقيه من فقهاء ال محمد كان ورعا متقيا لا تكن كاولئك فتخرج من غير اذن امامك ويكون في ذلك هلاكك، الامام الباقر يعظ زيد، لان زيدا رضوان الله تعالى عليه كان فقيه، كان ورع، لكنه لم يكن معصوما، ولا ادعى العصمه له احد، حتى الزيديه لا يقولون بان زيدا كان معصوما. لكن يقولون انه انطبقت عليه شروط الامامه، وهو لم يدعي الامامه اصلا بالاساس، وانما كان يريد الخروج ثارًا لدم الامام الحسين عليه السلام من جهه، ومن جهة اخرى للرضا من ال محمد، مو كان يدعو لنفسه، على كل حال اتريد يا اخي هذا تحذير لزيد ووعظ له. أن تحيي ملة قوم قد كفروا بآيات الله، وعصوا رسوله، واتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله، وادعوا الخلافة بلا برهان من الله، ولا عهد من رسول الله، لأن أولئك سيطروا على السلطة ظلما، وأقصوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عليا عن السلطة، مع أن الله سبحانه وتعالى عينه والرسول في يوم الغدير وغير يوم الغدير بلغ ذلك لكنهم اخروه وقدموا اخرين انت لا تصير مثل ذولاك بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام يحذره تحذيرا اخر انه اكو واحد راح يخرج وراح يصلب ولا يصل الى ما يريده فاعيذك بالله ان تكون انت هو أعيذك بالله يا أخي أن تكون غدا المصلوبة بالكناسة الكناسة منطقة كانت قريبة من الكوفة وكان أهل الكوفة يلقون القمامة في تلك المنطقة مثل المزبلة ولأجل هذا العمل المنطقة كلها صار اسمها الكناسة لأن الكناسة على وزن فعالة ووزن فعالة لما يبقى من الشيء نقول قراضة يعني ما يبقى من القرض ظلامة ما يبقى من الظلم مثلا قلامة ما يبقى من القلم كناسة ما يبقى من الكنس المنطقة منطقة كبيرة هذا الاسم صار لها وزيد حينما خرج، خرج في منطقة الكناسة في زمن الإمام الصادق، وقتل، وصلب، وبقي مصلوبا أربعة سنوات، أربع سنوات، ثم أُنزلت جثته وأُحرقت، والرماد ذرة في الماء، هكذا حتى لا يبقى له قبر أيضا، هكذا كان قد حقد عليه بنو أمية. الإمام عليه الصلاة والسلام يحذر يقول أكو تقدير أنه واحد راح يكون هكذا أعيذك بالله أن تكون أنت هو فالحاصل أن الإمام الباقر بيّن له ثلاث أمور أولا لا تكون في شبهة من أمرك لازم يكون خروجك ببينة بيّن له ثانيا بأنه ملك بني أمية الله سبحانه وتعالى قدر له مدة بقضاء محتوم وبخروجك هذا الملك ما راح يزول ثالثا حذره أن يخرج فيكون هو المقتول المصلوب الكُنَاسة ثم رفضت عيناه يعني امتلأت بالدموع أصل الكلمة ارفضت من الرافض كأن العين ترفض الدمع فيجري يخرج منها ثم ارفضت عيناه وسالت دموعه ثم قال: الله بيننا وبين من هتك سترنا وجحد حقنا وافشى سرنا ونسبنا الى غير جدنا وقال فينا ما لم نقله في انفسنا حاصل كلام الإمام أن المشاكل اللي احنا الآن مبتلين بها، الظلم الذي يجري علينا، والذي أدى بأن يفكر مثل زيد وهو فقيه من فقهاء آل محمد، فكر في الخروج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعادة الحق إلى أصحابه، هي مجموعة من الظلامات. جرت على الائمة من اهل البيت عليهم الصلاة والسلام واتباعهم. منها الامام يعدد خمسة امور. اولا هتك الستر. هجموا على دار امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهجموا على خيام الامام الحسين عليه الصلاة والسلام في كربلاء فهتكوا سترهم. وهذا يرتبط بالتعدي عليهم بالقاتل والحابس والهجوم وما إلى ذلك ثانيا جحد حقهم في الإمامة والوصية والميراث وما إلى ذلك وهذا يرتبط بالمناصب التي منحها الله سبحانه وتعالى إياهم ثالثا إفشاء سرهم وهذا يرتبط بالتضييق عليهم وسلب حريتهم وجعلهم في تقية لأن البعض كان ينقل كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى السلطات وتدري السلطات هم عادة خاصة الدكتاتورية لها مخابرات وترتب الأثر على التقارير التي تكتب اليها. من الظلامات ايضا انكار فضائلهم ومن اهم فضائلهم نسبهم نسبهم. انتم مو ابناء رسول الله، انتم ابناء علي بن ابي طالب. مع ان امهم صل... سلام الله عليها الزهراء بنت الرسول. والله سبحانه وتعالى في القران انزل اية يثبت أنهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وهي آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ولم يخرج رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله معه إلا الحسن والحسين إجماع المفسرين والرواة وأيضا الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يعتبر آه عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم ونوح ومن ذريته فلان وفلان وفلان وعيسى مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام ارتباط النسب بنوح وبإبراهيم عن طريق أمه مريم عليه الصلاة والسلام لكن الحكام الظالمين كانوا ينزعجون من هذه النسبة ولذلك كانوا ينكرون نسبة الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية معروفة هارون العباسي سأل الإمام الكاظم عن ذلك الإمام أجاب قال أنه إذا رسول الله صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى ينشره ويحييه الحياة الدنيوية فجاء اليك يعني الى هارون وخطب ابنتك هل تزوجه ابنتك هارون قال اي انا افتخر بذلك الرسول يصير نسيبي افتخر بذلك الامام الكاظم قال لكنه لا يخطب بنتي ولا ازوجه قال ليش قال لانه لي ولدني انا حفيده فافحمه بهذا الكلام كانوا منزعجين من هذه النسبة ان يقال للأئمة عليهم الصلاة والسلام يا ابناء رسول الله يا ابن رسول الله فكانوا ينكرون هذه الفضيلة عليهم. وأيضا من الظلامات أنه قالوا فيهم البهتان والكذب والافتراء. مثلا أكو واحد يجي يقول أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا راضين ببني أمية ببني العباس بايعوهم قبلوهم كذا هذا كذب عليهم أو واحد يجي يقول إيه علي بن أبي طالب هو الإله والرب والعياذ بالله أو الشريك لله سبحانه وتعالى يغلو فيه يقول في الأئمة ما لا يقولوه في أنفسهم هذه من اهم الظلامات التي جرت على الائمه من اهل البيت، والذي ادت بانه يريد ان اراد زيد رضوان الله تعالى عليه الخروج للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله بيننا وبين من هتك سترنا وجحد حقنا وافشى سرنا ونسبنا الى غير جدنا وقال فينا ما لم نقله في انفسنا. هذا خلاصه الحوار التي الذي دار بين الامام الباقر عليه السلام وبين اخيه زيد رضوان الله تعالى عليه. طبعا هناك حوارات اخرى بين زيد والامام الصادق وغيره هذه في احاديث اخرى. وزيد التزم بما قاله الامام الباقر عليه السلام كما بيناه. نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للمعرفة وللعلم وللتقوى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين